An electron completes half of a circular orbit of radius r equal 2 nanometer around a nucleus with charge q equal plus 3e. إذا لدينا مدار ذري للإلكترون وهو مدار دائري، إذا تحديدا نصف دورة half of a circular orbit، ونصف القطر الدورة هذه 2 نانومتر، والنوكليوس هو عبارة عن شحنة موجبة موجودة في المركز. إذا ردوا بالكم هذه نقطة شحنة نقطية، تمام، وتحتوي على ثلاث شحن عنصرية كما هو موضح هنا 3E. As the electron moves from A to B, the change in the electric potential energy equals. إذا وهو يتحرك من النقطة A إلى النقطة B، مطلوب ما هي قيمة تغير الجهد الكهربائي. إذا تعريف الجهد الكهربائي من طرف شحنة نقطية، الشحنة النقطية هنا هي 3E، تمام، شحنة موجبة 3E. إذا سوف تؤثر في مكان الإلكترون، إذا في النقطة A سوف يساوي K ضرب الشحنة تقسيم المسافة، وفي النقطة B بما أنها تقع على نفس المسافة فسيكون له نفس القيمة، إذا القيمتين متساويتين، وبالتالي التغير في الجهد دلتا في اي بي يساوي الصفر، والتغير في الطاقة الكهربائية أيضا سوف يساوي الصفر.